ملايين الأطنان من الإطارات كانت سبباً في اندلاع حرائق شكلت عبئاً في التخلص منها، مشكلة تطرح معها أسئلة عن كيفية إعادة تدويرها. حديقة اليرموك عرضت تجربة جديدة للاستفادة من الإطارات بأشكال وأغراض جمالية تتناسق ومع الطبيعة. ملوث بيئي حول إلى شكل هندسي بطريقة تضفي على الحديقة رونقا وجمال منظر، وفي قادم أيام استغلالها كأحواض مياه للري. لازم يكون في قنوات أخرى لاستخدام هذه الإطارات بشكل سواء تجميلي أو حتى شكل إبداعي. على سبيل المثال الإطارات ما تتلف نهائيا، راح تم استخدامها لتجميع الماء من تحت، فراح يقصها بطريقة مبتكرة، وهذه شغلة إبداعية ما تمت من قبل. راح تجميع الماء لأن احنا بجونا الحار راح المياه تتسرب بالمياه الجوفية، فاحنا راح نجمعها حتى يستفيد منها الأشجار بطريقة مدروسة. صورة جمالية ولوحة رسمت من إطارات أخذت أشكالا مختلفة لتكتسي باللون الأخضر. شفنا في منطقة اليرموك نموذج جدا جميل للتعامل مع النفايات وإعادة تدوير بعض النفايات منها الإطارات بطريقة جميلة في الحديقة، كمنظر حلو، كممارسة جميلة، فإحنا نشجع هذا الشيء. مساهمة منطقة اليرموك في تعامل وإعادة تدوير النفايات نموذج جدا جميل وناجح، نشجع عليه، بالإضافة إلى إحنا نبي نشجع ثقافة فرز النفايات. نموذج يحتذى به للاستفادة من النفايات بتحويلها من ضرر إلى منفعة. الآن في توجه عام سواء في الكويت على شكل عام على تدوير النفايات، بدال ما احنا نرميها في الزبالة، لا، حنا نعيد تأهيلها مرة ثانية، وفعلا حنا قطعنا شوط كبير في عملية تدوير النفايات هذه. مئات الإطارات وجدت طريقها في حديقة اليرموك، وأخرى ستزين هكذا منتزه برؤية الاستفادة لنفايات شكلت هاجسا حكوميا. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.